السلام عليكم خوتي المغاربة، عواشركم مبروكه، صحة وسلامة ان شاء الله باش ما تمنيتو ذكرى عيد المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اليوم ان شاء الله جيتكم باش نكمل لكم القصه ديال الفيديو الاخر اللي كيفاش بديت فيه الانحراف ديالي، وخليناها فخونا ابراهيم انزا الله يرحمه اللي مات بالقرطاس في تولان. دابا انا هذاك السيد دار فيه واحد الخير كبير، هو بالسبب ديالو خلى دارو جابوا لي الله سبب باش انا حي حاليا، وباقي نعاود لكم قلت لكم الاستوار ديالي انايا كيفاش عتقني. دابا غنعاود لكم الاستوار ديالو هو كيفاش حتى وقعوا ليه المشاكل، كيفاش حتى خداو له عنده جوج اعدامات، وكيفاش حتى طاح في هاد الفخوخه هادو، كيفاش وقعوا له هاد المشاكل هادو. المهم اخوتي ابراهيم انزا كان عنده هو من اكادير بالضبط، الاصل ديالو من اكادير، وكان عنده مشكل كان في تطوان، وكانت عنده محاكمه في تطوان. النهار باش غادي يتحكم بالاعدام في تطوان داي معاه موسم الحبس، ما عليناش دخل المحكمه دار ترافعت الجلسه، ترجعت دخلت المداوله اخر جلسه، حكم الركن، خرج الرئيس حكم عليه بالاعدام. هو في ديك السمعه اللي حكم الاعدام جبد الموس ديالو من مورا ظهرو، الباب من موراه مباشرة تيس باش غادي يهرب من المحكمة، وقفلو بوليسي في الطريق خشا فيه داك الموس، بقى شاد فيه داك البوليسي، بقى تيعاودو تيعاودو حتى طلق منو طاح، تلاحو البوليس شدو. هدا هو الإعدام الأول ديال خونا إبراهيم إنزا الله يرحمه ويوسع عليه الرحمة فهاد العواشر هادي. معليناش تحكم سال المسائل الاستئناف ديالو، تهز للسجل المركزي، مشى للسجل المركزي ضرب فيه واحد شويه واحد 3 سنين ولا 4 سنين. انا جيت مشيت للسونترال في 2005 5 5 10 2007 10 2005 دخلت للسونترال تفيكتي الحي ديالي ديال لي مار ديسيبلين اللي كطبق عليه الماده 92 من القانون الداخلي اللي هو حيده اللي فيه 10 ديال السيلونات. لقيت شي واحد اربعة من دوك الناس لي مال ديسيبلين الاسماء ديالهم من ضمنهم الحاج ولد خميسات الله يرحمه والله يذكره بخير، ومن ضمنهم يوسف طباشير، ومن ضمنهم حسن الجاوي مسكين تا هو الله يذكره بخير ولد كازا، وواحد الدري ولد فاس بن الشيخ علي، وانا هو الخامس. احنا اللي كنا ديك الساعه في السجن المركزي في هاد الحي هذا. ما عليناش القصة ديال ابراهيم الحقيقية كيفاش وقع له مع الموظفين حتى نضر داك المشكل، ومات اللي مات، وتضرب اللي تضرب، واللي وقعت له عام مستديمة، واللي وقع له ضرب وجرح عادي. سان ابراهيم انزا كان عنده اعدام، وقعو ساكن في الحي الاعدام، كان ساكن في السيلون اللي كان مات فيه عبد الرحمن مجينينا الله يرحمه، اللي كان قطع السيدة الراس ديالها في مكناس وجبدو في وجبدو البار معنا في البار باش قالت له خلصني، ويقول لها ها السيده اللي غتخلصك جبدها الراس طريها في الكوندوار. ديك السيده ديك البار معنا راه باقا لدابا انقذت الناس. ما عليناش جاتو عمليه تفتيش كما تيديرو كاين القانون الداخلي ديال المؤسسات، كيكون ملي كنسمعوا شي حاجه على شي شاجن انه كيوجد شي حاجه شي مشكل ولا شي حاجه ولا هذا، وسيرتو بنادم عنده اعدام باقتوه بعمليه تفتيش مع العشيه. حنا موالفين تيديروا لنا التفتيش مع الصباح، هو باقتوه مع العشيه مع شي 7:30 ديال العشيه. داروا ليه قاموا بعمليه تفتيش، فرتكولو السيلون ديالو كما ينبغي، ما لقاو حتى شي حاجه منها. هو كانت عنده واحد 4000 درهم ديرها في وسط الكوش ديالو. هادوك الناس اللي تيديروا عمليات تفتيش ماشي هما الناس ديال الكارتي اللي تيحرصوا على السجناء اللي ساكنين في حي ديال الاعدام، كاينه واحد الفرق خاصه اللي عندها انفورماسيون خاصه في الاكاديمي ديال البوليس اللي خاصه غير بحالات الطوارئ وعمليات تفتيش، ما تيضر ما تيخدمو ساروت، ما تيخدمو ما تيشدو حتى شي بوست، كيتسماو التدخل السريع، كنسميوهم حنا باللغه ديالنا ديال السجناء لاباك. جاو باغتو داروا له عمليه تفتيش،
قلت لكم عنده 4000 درهم في الرولو ديالو، حنا الرولو تنقولوا له هو الوسط الكوش ديالو، باش علاش انا تنوضح الامور باش حتى اللي ما تيندوش نحبس ضيفه وما يفهمش الرولو كنقول الكوش ديالو باش الناس اللي ما ندوزاش تفهم. واحد من دوك الموظفين طاح على ديك 4000 درهم، هذيك 4000 درهم هي نورمالمون خصها ملي كيتجبد كطرون دار رئيس المعقل اللي هو كيكون مرأس ديك العمليه ديال التفتيش، كطرون داري باش كطرون دار الاداره، اما كتحسب مخالفه على داك السجين او اللي الا كان عنده بحال هكا اعدام وحبس طويل كتحطو في لاكانتين. لاكانتين كيمشي كيعطيو ورقه كيبدا يمشي ياخذ، كيبقى ياخذ سلعه كل مره واش يمشي ياخذ. ما عليناش باش ننزل نوضح لكم الامور مزيان، هذاك اللي طاح في ديك 4000 درهم هزا دارها في جيبو، هذا موظف ما رونداهاش الرئيس المعقل باش يرونديها الاداره باش تحط لابراهيم انزا في الكريف او لا في الكانتين. ابراهيم انزا ملي مشاو هما سالوا عمليه التفتيش ديالهم بدا كيقد في الحبس السيلون ديالو وكيعاود الكوش ديالو وكيقد رزقو داكشي قلب على 4000 درهم ديالو ما رضاهاش السيد نيرفا. ما بقاش عنده العقل. 4000 درهم بالنسبه للانسان محكوم باعدام والدولار 4000 درهم راه مشكله كبيره. السيد بدا تيفكر غيدير شي حوايج اللي هما ما كيتصوروش على البال وفعلا دارهم. بالليل صما، عنده صما كبيره، جمعها خشاف ديك التقليبه الطويله تاع لهنايا ديك شيكاغو بلو اللي فيها ديك الراس ديال البقره بيضاء، دار الصما، عنده واحد الموس وعنده واحد كيما تنقول حنا بينشو سفود كيصوروا لي ديالو. السيد ما نعس ما والو، بقى في الحال على ديك 4000 درهم ديالو اللي مشات ليه. ناض في الصباح خرج قصد الموظفين ديال الكارتي، كيكون رئيس الحي والمساعد ديال رئيس الحي وكيكون واحد اخر هو تيساعدهم في الحي، وعاد كيكون هذاك السيد الموظف اللي غيعس بالليل كيشد من 8 الصباح ل 12 النهار وكيطلق وكيجي مع السيدات تا هو هو الرابع. ابراهيم انزا ملي خرج، باش نزيد لكم واحد المعلومه بعدا كان قبل ما نكمل لكم القصه كيفاش ضرب الموظفين، صحاب الاعدام منعوا عليهم باش يخرجوا، كانوا كيخرجوا واحد الوقت من الحي الاعدام، ولكن ملي وقع واحد المشكل ديال واحد الساروت كان تسرق من حي الاعدام، من بعد وغادي نعاود لكم القصه ديالو كيفاش تسرق، الساروت ديال السيلونات ماشي الساروت ديال السيباراسيونات ديال الكريات، تسرق ناك ما عليناش. ابراهيم انزطج، ناض في الصباح مشى لدوك الموظفين ديال الحي بدا تيشلط فيهم من الكبير حتى للصغير، المهم بقى غير كيتقب. سالاهم واحد مات الله يرحمه، واحد عام مستديمه، واحد محاوله القتل، وواحد اللي ضرب وجرح عادي. المهم جا تدخل منطو السيد قادوه صافي مسائل، عيطوا للإدارة قالوا لهم شنو وقع شنو وقع المندوبية ديال إدارة السجون، كان ديك الساعة المندوب العام ديال إدارة ديال إعادة المندوبية السامية ديال إعادة التربية والإدماج هو السي بن هاشم اللي كان مدير عام ديال الأمن الوطني سابقا، قال لهم ودي غادي تمنطو وغادي تهزو غادي تهزو سلا واحد. هذا هو المشكل ديال إبراهيم إنزا كيفاش دار المشكل. ولكن واحد السيد انا سمعتو كيعاود على ابراهيم انزا على ليستوار ديال هاد كيفاش وقع ليه المشكل، وحاليا هاد السيد كيعاود في يوتيوب وعاود على ابراهيم انزا كيفاش دار المشكل كيفاش وقع له هاد المشكل هذا، وما عاودش لنا عاودش الحقيقه للجمهور ديالو او للجمهور المغربي كامل. انا كنت في السونترال ديك الساعه وانا كنت كنعرف ابراهيم انزا وكنعرف المساجين كاملين اللي في حي الاعدام، انا الوحيد اللي كنت كندخل لحي الاعدام بخبار المدير بخبار رئيس المعقل بخبار الموظفين بخبار كلشي. ما عليناش، هاد السيد هذا اللي عاود لواحد القصه اللي هي زائفه وخرافيه وما عرفتوش انا منين جابها او شكون هذا اللي عاود لي هاد القصه او اللي اخترعها من راسو باش يبان ولا باش يتلونصا امام الجمهور ديالو ولا شي حاجه، الله اعلم شنو القصد ديالو في هاد العمليه هادي في هاد القصه الزائفه. تيقول بان نينجا اللي كان في واحد الوقت في التسعينات بالضبط ما بقيتش عاقلش من عام بالضبط التسعينات اللي كان خلق الرعب في كازا
اللي قتل البوليسي وقتل داك العساس ديال الطوموبيلات وكيدير ديك اللبسه ديال النينجارا واحد المود داخل القرى في كازا، حتى هو كان في حي الاعدام، كان السيلون ديالو حدا حدا البوست ديال دوك الموظفين اللي وقع اللي صدموا. هاد السيد هذا اللي عاود لكم هاد الحقيقه الزائفه قال لكم بان هذاك النينجا هو اللي مشى عند الموظفين ودار لابراهيم انزا مشكل مع الموظفين، بحال انه غادي يدير شي مشكل وسط الحي الاعدام اولا غيبراكي اولا غادي يخلق شي حاجه اولا غيدير شي نقابه اولا غي بحال هكا. ولكن هاد القصه اللي عاود هاد السيد هذا ماشي هي هادي. النينجا ما عندوش دخل في هاد القصه ديال ابراهيم انزا كيفاش ضرب الموظفين، ما عند لا اساس لها من الصحه. ابراهيم انزا هذه هي الحقيقه ديالو. من بعد ملي قال لهم المندوب السامي هزوا السله، هزي فاش هزوا السله واحد يكتب عليكم قدام يقول لكم شي واحد مشى لتولاد جوج اولا مشى لتيفات اولا مشى لشي حاجه اخرى، مشى لشي بلاصه اخرى، مشى لسله واحد. وانايا دارت الدوره وتلاقيت معاه في سله واحد، ما عليناش. هادي هاد الفيديو اللي دار هاد الفيديو هذا وعاود لكم هاد القصه هادي كذب عليكم الجمهور. نعاود لكم قصة ديال الخنفوري اللي واحد اللي تيقول هذا السيد هذا تيقول بان هو وقع له مشكل مع الخنفوري. انا الخنفوري تنعقل عليه ملي وقع عليه المشكل في 1998 في الاول ديال 98 دخل عليا بوجه ديال السله الحيبه الغرفه 5 وانا كنت كنعس الغرفه 8، باقي صغير الخنفوري باقي ما عندوش هاد الصحه اللي عنده دابا، ما عليناش. الدري كان خايب كان برا مجرم، دابا راه التزام ولا داير الحياه ولا تيعبد الله ولا متقي الله ما تيدير حتى شي حاجه خايبه. هاد السيد هذا انا سمعته في واحد الفيديو تيقول بانه دابز مع الخنفوري ودار جوج خشبات هنايا وخرج وعطى الخنفوري قتله ديال العصا. واصلا هاد السيد هذا ما يقدش على الخنفوري، وهاد السيد هذا ما يقدش يدخل للحي ديال الاعدام. هادي الكذبه الاولى، ما يقدش منع عليه يدخل لحي الاعدام. وهاد السيد كان تينعس في حيه اللي هي في واحد الكروه طويله، حيها عليمن كاينين فيها كتدخل لحيه كاينين على اليسار كاين الشنابر وعلى اليمين كاينين وكاينه في الوسط كاينه الكوزينه وعلى اليمين كاينين الزنازين فيهم 6 الناس 8 الناس والشنابر فيهم 4 كاين اللي فيه 45 50 60 على حسب الحجم ديال البيت ديال الشومبر. هاد السيد اللي تيعاود هاد الاكاذيب على هاد الناس هادو. وانا علاش نقول لكم هاد الحقيقه هادي وجاتني الغيره على هاد الناس هادو اللي تيعاودوا عليهم هاد القصص هادي خياليه وكاذبه. هاد واحد فيهم مات الله يرحمه، ما عندوش كيفاش غادي يجاوب على راسو باش يقول لكم هاد الحقيقه اللي جا نقول لكم انا. والثاني اللي هو بن عيسى الخنفوري محكوم باعدام، محكوم بمؤبد زائد 10 سنين ديال الحبس. اذا ما عندوش كيفاش غادي يوصلو تليفون طاكتيل باش غادي يتبع يوتيوب باش غادي يشوف هاد السيد هذا اللي تيقول عليه هاد الكذبه هادي وتيقول بانه قتل الخنفوري عصا وما غيقدش على الخنفوري. انا تنعرف الخنفوري مزيان، انا تنعرفو ملي دخل بوجهي وراجل ونفس. وهاد السيد اللي تيقول ضربو ما بكوش في عالم السجن، ما كاينش ما محسوبش. حنا كاينين 10 اللي مذكورين ومشهورين في المغرب كامل عند المديرين كاملين وعند المندوبيه العامه ديال اداره السجون مكلاسين. كنا عندنا في الملف ديالنا كما قلت لكم في الفيديو السابق كرواروج وحاله خاصه بالاحمر. هاد السيد اللي تيعاود هاد القصص هادو ماشي منا حنايا، كاين عدو بالله مقلت انا، كاين الخنفوري بن عيسى، كاين اطراسي حمد خنفوري بن عيسى من الباديه ديال سيدي قاسم، اطراسي حمد من الباديه ديال سيدي سليمان، يوسف طباشير من سلا، عبد الله تيمومي من الباديه ديال تا هو ديال سيدي قاسم، غير هو ماشي من الدوار ديال بن عيسى الخنفوري.
وكاين اليعقوبي اللي هو ولد قنيطرة، هذا هو الوحيد في قنيطرة اللي كتطبق عليه حتى هو معنا المادة 92 من القانون الداخلي ديال المندوبية السامية ديال إدارة السجون، هو الوحيد في قنيطرة. كاين باقيين، كان شليحة الله يرحمه ويوسع عليه بابا الرحمة، مات في وطيطة جوج. كان واحد السيد تيقولوا لي الحاج تا هو دخميسات، تا هو مات الله يرحمه. وكان ابراهيم انزا الله يرحمه تا هو اللي مات بالقرطاس في ولا جوج، هو اللي عاود بديت اللي عاود كملت لكم القصه ديالو باش بديت عليكم باش تقدم العافيه وتنعاود، هو اللي عاودت عليه دابا. هادو تسعود ديال الناس. وكاين حسن الجاوي ولد كازا اللي هو دخل بخمس سنين ديال الحبس، ولات عنده دابا حاليا 65 سنه ديال الحبس. يوسف أباشير دخل 15 عام ديال الحبس على روح، قتل واحد الدري العوني، باه كان كاتب الضبط في المحكمة ديال سلا، خدا عليه 15 عام. من بعد بدا تيزيد المناتيف 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 حتى وصل دابا 105. خنفوري قلت لكم عنده إحداث مؤبد في 10 سنين. ليعقوبي كانت عنده 10 سنين، دابا راه هو في مول البرقي في حبس آسفي، دوزيام سجل، دوزيام سونترال، دوزيام سجل المركزي هو اللي كاين تما، حيت السجناء القدام اللي عندهم اللي باسلين بزاف واللي قدام في السجل المركزي، هاد الحبس ديال مول البرقي اللي تاد في اسفي تصاوب كبير هزوهم ليه. دابا المركزي بقاو فيه غير القليل بعض الناس القدام اللي كنت كنعرف انا، وهاد الناس الدراري الصغار اللي زادوا دابا خداو الحبس طويل هما اللي معمرين السجل المركزي. هادو هادي معلومه صحيحه. ما عليناش، الخنفوري ما يقدش على هذا السيد هذا، وهذا الخنفوري واش هذا السيد هذا اللي تيقول لك دابز مع الخنفوري وقتل الخنفوري عصاب، واش عرفتوا الخنفوري اش دار لسفاح تارودانت؟ سفاح تارودانت يا سفاح تارودانت اللي مغتصب 11 لدري ولا مع 9 لدري ومقردهم طراف ودفنهم ومفرقهم ودفنهم في تارودانت، باش غادي تجي انت ساجين وغاتنوض وغادابز مع السفاح تارودانت وغادي تسالي معاه وغادي تقتلو عصا وغادي يهزوه من حي الاعدام وغيجيبو لعندنا حنا الحيدان الكارتي ديال المان ديسيبلين، الحي ديال المان ديسيبلين وخشاوه معانا؟ راه ماشي خصك تكون خنفوري بن عيسى، راه خصك تكون شي حاجة واعرة. والسيد هذا ينقص شوية من الكذوب الله يرحم الوالدين، هو اللي علاش تيعاود على هاد الناس هادو مساكن ما عندهمش كيفاش يجاوبوا عليه. أنا تنجاوب دابا على هاد الناس هادو، ولكن أنا ماشي الهدف ديالي هو أنني نقص هاد السيد هذا ولا شي حاجة، هو راه بهاد الميساجات راه غي يفهم ولا ما يفهمش باش ما يعاودش يبقى يعاود على الناس الخرافات. ومازال غادي نعاود لكم إن شاء الله على واحد القصة ديال اللي كما قلت لكم في الاول ديال الساروس ديال حي ديال الاعدام ديال الزنازين اللي تسرق، وغادي نعاود لكم عاوتاني عاوتاني غادي نزيد نقول لكم واحد النقطة اللي ديما تنعاودها وتنعاود نكررها في اي فيديو ديالي. انا هادشي اللي تنقول لكم اللي تنعاود لكم في لي فيديو هادو قصص واقعية عشتهم انا في السجن وشتهم بعينيا وحضرت لهم وحضرت للمآسي ديال هاد الناس وحضرت للتعذيب ديال هاد الناس، وحتى حنا قاصينا معاهم بزاف ديال الحوايج مع الموظفين. ما عليناش، دابا غادي نقول لكم اخوتي الدراري الصغار الشباب اللي طالعين، انا راه تنعاود لكم وماشي تنفتخر لكم بهذا الشيء، تنعاود نكررها. هذا الشيء داز مرحله دوزتها من حياتي وندمت عليها، وانا تبت وشديت الطريق المستقيم. الشباب الدراري الصغار الله يرضي عليكم والله يهديكم والله يكبر بكم والله يكثر خيركم والله يخليكم من والديكم. انا راه تنطلب منكم بعدو من الاجرام، بعدو من الطريق الخايبه، بعدو من الكريساج ما تاديوش الناس، بعدو من المشاكل، بعدو راه غادي تنمو على حياتكم وغادي تنمو على النهار اللي ديتو فيه هذا الاجرام هذا والطريق ديال هذا الانحراف هذا. لان الا جيتو تعيشوا اجرام ديال بصح راه ما غاديش تقدوا عليه، وغادي غير تكرفصوا وغتكرفصوا والديكم وغتكرفصوا حبابكم وغتكرفصوا الناس اللي معاكم، وغادي تعدوا في حياتكم وفي الاخر غتلقاو راسكم ما وصلتوا حتى شي نتيجه. لهذا انا كنصحكم اللي مدوز جده ولا جوج وثلاثه وبغيتو حاليا
وضاخ ما عندوش ما يقصد ما عندوش راس المال ما عندوش اللي يعاونو. انا باقي نعاود نجددها كيما كنجددها في فيديوهات اخرين. سيروا المؤسسه محمد السادج لادمان السجناء، راه هي كتعاون وكتساعد الدراري اللي باغيين يتوبوا او اللي تابوا، وتيعطيوهم تيأهلوهم وتيعطيوهم دروس وتيعطيوهم تيعطيوهم مشاريع، تيقترحوا عليهم شنو كاين، واش عنده شي صنعه، واش عنده شي ديبلوم، واش عنده شي حاجه كيساعدوه. لهذا سير المؤسسه محمد السادس، الله ينصر ويخليه لينا ويطول لينا في عمره، هو اللي خلق لينا هذه المؤسسه هذه، وانا هو الاول منكم مكلاتني هذه المؤسسه هذه ديال سيدنا الله ينصره، هو اللي خلقها لينا، وانا ما نتبع معاهم ومدعمانا وفي نفس الوقت حاميانا حتى من حتى من دوك الناس اللي غيبغيو يديروا لكم مشاكل في حياتكم ويبغيو يصيفطوكم للحبس او اللي يبغيو ياذيكم كما تنقولوا حنا بلانات ولا هذه. المؤسسه ديال محمد السادس كتبقى متبعاك بالنهار، كتفتح معاها الملف وهي متبعاك خطوه بخطوه. اش كدير؟ واش ملتزم ولا ما ملتزمش؟ اذا كنتي ملتزم راه كتوقف معاك بمعنى الكلمه وكتموت معاك وما يخليوكش تعاود ترجع للحبس. واذا كنتي كتمشي عندهم وكتستافد وكتبقى دير الخواط وتبقى دير التبزنيس بالرياض وتخدم بالتليفون وداك الشيء الخوال خاوي، راه كيعيقوا بك وكيتخلاو عليك. لهذا كنقول لكم اخوتي الشباب انضبطوا وبعدوا من المشاكل وعيشوا حياتكم هانيين، وراه ما كاين ما احسن من الحلال والبال هاني، وتخليوا والديكم هانيين وتنقيوا العقليه ديالكم، والحريه راه زوينه. ونقول لكم اخر كلمه غادي نقولها لكم دابا اللي وقعت لي انا باش تبت. انا وصلت لواحد النتيجه كما قلتها في الفيديو السابق ديال والباحين، ونقولها دابا انا وصلت لواحد النتيجه ديال ان الحريه غاليه بزاف وما عندهاش الثمن. واخا تكون كتصور برا 100 مليون والداخل 100 مليون، راه ناقصك شي حاجه سميتها الحريه، عيشه وسط الوالدين، وسط الحباب، صله الرحم، الاعياد الدينيه، تعيش مع والديك، مع احبابك، بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين، تنعس مرتاح، تفرخ مرتاح، ما تابعك حد، ما تيقلب عليك حد، ما روشياش ما والو، ما مديت تقليد حد، ما مأذي حتى شي واحد، باش تكون تنتهي، باش ترجع للطريق وتولي نموذج زوين وتولي عايش حياة زوينة بدون مشاكل بدون صداع بدون والو. وأنا ديما غادي نبقى نوجه لكم هذا الميساج الشباب، راكم تتبقاو فيا بزاف وتنبغيكم بزاف، ولكن ما بغيتش لكم المضرة، بغيتكم تشدوا الطريق المستقيم وتمشيو في الطريق الصواب باش ما تأذيوش راسكم وما تأذيوش والديكم وما تأذيوش حياتكم. وشكرا والله يجازيكم بخير، ومازال عندنا موعد ان شاء الله ومواعيد اخرى ان شاء الله. مشكوكم السلاوي ديما يجيكم الجديد وديما بالنصائح بلا عياقه بلا كذوب بلا ما كاينش شي حاجه اللي هي زائفه، تنعاود لكم الحقيقه. وانتم راه عارفين اللي الناس اللي مدوزين معايا وتيشوفوا السلاوي تيهضر في الفيديو راه غايكومونتي وغايقولوا لكم الحقيقه، بان السيد راه تيقول لكم الحقيقه، من غير الحقيقه راه ما تنقول حتى شي حاجه. وانا راه ما باغي لا يوتيوب تخلصني، ما طابع حتى شي واحد يعطيني شي ريال. انا الحمد لله خدام في شركه اللي كتصور الطرق، قالت لي هي تي سي ان، وعندي خدمه في المرسى اللي هي تاهي تنصور منها البركه ديالي، كافياني الحمد لله. وتنخدم عاوتاني كورتي الطاكسيات ديال قنيطره وسوق الاربع وسيدي سليمان. اذا انا ما محتاج حتى شي واحد يعطيني شي حاجه. انا هاد النصيحه كنوجهها لكم لوجه الله في هاد العواشر هادي. الشباب دخلوا سوق راسكم، بعدوا من المشاكل، واتقوا الله في راسكم، واتقوا الله في والديكم، واتقوا الله في حياتكم. وهاد انا ضعت في احلى ايام الشباب ديالي دوزتها في الحبس. انا ما بغيتكمش تدوزوا احلى واجمل ايام الشباب ديالكم في الحبس كما وقع لي انا. ختاما السلام عليكم، وموعدنا ان شاء الله قارب ان شاء الله، وديما الجديد وديما الاخبار الزوينه ان شاء الله. وما تشوفوا مخوك سلاوي، ما مخوكم سلاوي الا الخير والاحسان. والناس اللي كيعرفوني راه كيعرفوني، واللي ما كيعرفنيش مرحبا والف مليون مرحبا ديما تنقولها. ولاشين ديالي راه معروفه، اللي بغى يتابونا مرحبا، واللي ما بغاش يتابونا مرحبا، واللي بغى ينتقدنا مرحبا. والله ما نتقلق ولا نجاوب شي واحد ولا نكلم شي واحد،
لان عندي ثقه في النفس وتنعرف راسي تنعاود لكم الحقيقه، وعندي الشهود على هذا الشيء ومازال غادي نجيبهم لكم يعاودوا لكم هذه الحقائق هذو الا بغيتو، الا طلبتوه الا طلبتوهم راه عندكم البلاصه لي كومونتير، كومونتي وكتبوا ليا وانا غادي نعاود لكم داك الشيء اللي طلبتوه، غادي نعاودوا لكم بالحقيقه وبالشهود وبلا كذب بلا نفاق بلا تحراميز بلا والو. وشكرا لكم والسلام عليكم وعيد مبارك سعيد ذكرى عيد الميلاد النبوي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شكرا.